سيدنا علي بن أبي طالب وهو باب العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، الذي قال فيه عمر بن الخطاب قضية ولا أبا حسن لها. علي بن أبي طالب أساس أهل البيت الكرام، أبوهم زوج السيدة فاطمة عليها السلام، أبو الحسنين الحسن والحسين. علي بن أبي طالب يخرج له نعيم بن حماد في كتابه الفتن يتكلم عن أنه سيأتي أقوام قلوبهم كزبر الحديد، قطع الحديد، لا مشاعر لهم، وكأنهم قد سلبوا العقول، قلوبهم كزبر الحديد، لا يرحمون، لا يتفاهمون، لا يتكلمون، فقط دينهم التقتيل، يقتلون، يقتلون على أي شيء، راياتهم السود، ترى الراية سوداء، هم أصحاب الدولة. رضي الله عنك يا سيدنا يا علي، هم أصحاب الدولة. لم ترد هذه الكلمة منذ أكثر من 100 عام، دولة، دولة الإسلام، هم أصحاب الدولة. ثم يأتي أقوام ضعاف، وأطلق ضعاف الإيمان، ضعاف ماذا؟ شعورهم مرسلة كالنساء، شعورهم طويلة. انظر إلى العلامات وقس أنت، وانظر، شعورهم مرسلة كشعور النساء، أسماؤهم الكنى، أبو فلان وأبو علان وأبو تركان وأبو ترتان، ونسبتهم القرى، المصري والبغدادي والشامي وإلى آخره، والبصري والليبي. ثم يقع الاختلاف بينهم في سنة واحدة، قتل بعضهم بعضا أكثر من 10,000 قتيل في هذا العام الماضي.